وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. الرعاية الملكية السامية وما تقدمه الحكومة الموقرة من خدمات ودعم لموسم عاشوراء يعكس دلالات عديدة، في مقدمتها ما تتمتع به البحرين من تسامح وتعايش وما تنعم به من حريات بأشكالها المتعددة، فما هي رؤيتكم لهذه المعاني والدلالات؟ شكرا جزيلا. بداية نشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة الطيبة، واسمحوا لي أن أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير والاعتزاز إلى المقام الثاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح موسم عاشوراء للعام 1445 الموافق 2023. بفضل الله سبحانه والرعاية الملكية لموسم عاشوراء وبتضافر الجهود الرسمية والأهلية مما أسهم في نجاح الموسم على الوجه الأكمل، ونشيد بما يوليه جلالة الملك من رعاية وعناية واهتمام بدور العبادة والمناسبات الدينية، ولا سيما مناسبة إحياء ومراسم إحياء ذكرى عاشوراء، والتي تكللت بفضل الله سبحانه وتوجيه الجلالة جلالته الكريمة بالنجاح والتوفيق. كما نسمن المكرمة الملكية الثانية مناسبة العام الهجري جريا على عادة جلالته الحميدة في كل عام، حيث تأتي هذه المكرمة في إطار مشاركة جلالته لشعبه الوطني في مناسبات عاشوراء منتهجا خطى أجداده وآبائه الكرام وما توارثوه من تعاهد ورعاية خاصة بمناسبة عاشوراء. في الواقع أن كافة الشعائر الدينية ولله الحمد تحظى كل الاهتمام من جلالة الملك في العهد الساهر لجلالته، ومن أبرزها هذا الموسم موسم عاشوراء. لجلالته حفظه الله حرص دائم على تهيئة كافة السبل والإمكانيات لإنجاح هذا الموسم ومشاركة أبناء شعبه الوفي من خلال توجيهاته الكريمة، كافة أجهزة الدولة الأكاديمية والأمنية، وكذلك جميع وزارات وأجهزة الدولة تبذل قصارى الجهد إنجاح الموسم، وهذا يدل على ما تمتاز به مملكة البحرين من تعايش وانسجام وحريات دينية ومنذ القدم. ظهرت هذه الإحياءات لهذا الموسم بالشكل الحضاري الذي تفخر به البحرين قيادة وشعب. نعم سعادتك، هناك منظومة متكاملة من الخدمات تؤكد التعاون والتنسيق بين الوزارات وكذلك الجهات المعنية ورؤساء المآتم والأوقاف الجعفرية، كيف انعكست هذه الخدمات على إتمام شعائر عاشوراء بيسر وسلاسة؟ هذا سؤال طيب وجميل جدا. نعم، نثمن في الواقع جهود مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتوفير سبل النجاح لإحياء الموسم بأمن وأمان ونظام وعلى أفضل حال، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وكافة أجهزتها الأمنية والخدمية بإشراف ومتابعة من معالي الفريق الرقم الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. كما نثمن جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برعاية دور العبادة ومختلف الشعائر الدينية في مختلف المناسبات وفي جميع المعارف. كذلك وزارة الصحة قامت بدور متميز من خدمات صحية متميزة خلال الموسم، لا سيما جهود الوزارة في عيادة الإمام الحسين عليه السلام الطبية، وكذلك جهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في توفير خدمات النظافة على مدار الساعة. ولا يفوتنا أن نشيد كذلك بدور كافة المآتم والتعاونهم والتناغم الذي بدأ في هذا الموسم بين الجهات والقطاعات الحكومية والقطاعات الشعبية والأهلية. نعم
الأوقاف الجعفرية ومنتسبي الإدارة وسائر المشاركين في أحياء هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع في البحرين. جميع هذه الجهود أثمرت على نجاح كبير ومشهور بهذا المنصب. نعم. سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.